أهلا بكم. قال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرت على مدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة. المصدر أضاف أن قوات الجيش طهرت المدينة وسيطرت على عدد من القرى والمزارع التي كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أهم المواقع التي سيطر عليها الجيش والمقاومة الشعبية؟ وما هي الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على مديرية الخوخة؟ بعد معارك ضارية شهدتها منطقة الهامل وعدد من المناطق في الساحل الغربي، أعلنت قوات الجيش مؤخرا سيطرتها على مديرية الخوخة الساحلية والتي تعد أولى مديريات محافظة الحديدة. مديرية الخوخة التي كانت تمثل أهم المناطق العسكرية في الساحل الغربي تعتبر أيضا بوابة هامة لمحافظة الحديدة، كما أن السيطرة عليها بحسب عسكريين تعني قطع الإمدادات العسكرية على ميليشيا الحوثي والتقليص من مساحة سيطرتها، وفيما تشكل الخوخة أهمية استراتيجية لخارطة المواجهات في أكثر من منطقة وفي محافظة الحديدة تحديدا. يرى مراقبون أن للمعركة أبعادا كثيرة ستتضح في المستقبل القريب. نتابعوا التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. تطور عسكري مفاجئ في الساحل الغربي. قوات الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف حققت تقدما كبيرا باتجاه مدينة الخوخة وسط أنباء عن سيطرة هذه القوات على المدينة التي تشكل أولى المناطق والبلدات التابعة لمحافظة الحديدة. الأنباء الواردة من الخوخة تفيد بأن قوات الجيش دخلت إلى المدينة وأنها تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة للجيوب المتبقية لقوات الإنقلابيين في هذه المدينة دون أن يتسنى الحصول على معلومات مؤكدة من مصادر رسمية. وصل إلى جبال مران، يشاء من يشاء وأبا من أرى، لازم يسلم أو يخرج من الأرض أو نخرج عريان. ويأتي هذا التطور العسكري الكبير للجيش الوطني في الساحل الغربي بعد سيطرة الجيش على مناطق متعددة في يختل والزهاري وجبل حرزين الاستراتيجي شمال الهامل، وهي مناطق تابعة لمديرية موزع في محافظة تعز. قيادات الجيش الوطني أفادت بأن ميليشيا الحوثي تقهقرت أمام تقدم الجيش بعد عملية وصفت بأنها مفاجئة بدأت في منطقة الهامل وشهدت انضمام مقاتلين موالين للمخلوع صالح في هذه الجبهة. العملية العسكرية المباغتة دفعت بالميليشيا إلى التقهقر والفرار باتجاه معسكر أبو موسى الأشعري إلى الشمال من الخوخة. وبحسب مصادر عسكرية في الجيش الوطني فقد شهدت المعركة مشاركة فاعلة من قبل طيران الأباتشي والقطاع البحرية التابعة للتحالف، ما قدم إسنادا قويا للعملية العسكرية التي نفذت بمشاركة كبيرة من ألوية الجيش الوطني. حصيلة المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية في جبهة الخوخة 20 قتيلا من ميليشيا الحوثي، فيما وقع 11 آخرين في الأسر. إلى ذلك شهدت جبهة ميدي الواقعة إلى الشمال من الساحل الغربي خلال الساعة الماضية معارك ضارية أسفرت عن مقتل 15 من ميليشيا الحوثي. وبحسب مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة فقد شنت ميليشيا الحوثي هجوما على قطاعي اللواء العاشر والثاني حرس حدود جنوب شرق جبهة ميدي استمر عدة ساعات تكبدت خلاله خسائر فادحة في العناصر والعتاد قبل أن تنكسر مهزومة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الخوخة سيد عبد الرحمن الحجري قائد المقاومة التهامية. إذا سيد عبد الرحمن، حدثنا عن الأماكن التي تمكن الجيش والمقاومة من السيطرة عليها بالكامل. حياكم الله ومستمعيكم ونبارك شعب تهامة وأبناء تهامة بهذا الانتصار الذي حققوه أبناء تهامة والمقاومة التهامية دعما سخيا وموقفاً حقيقياً من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي. نعم سيد عبد الرحمن، تفضل. المقاومة التهامية وأخوانهم من الجنوبيين وكذلك القوى المشاركة من التحالف العربي الأخوة السودانيين التحمت الدماء والتحمت المواقف والجهد، استطاعوا أن يحرروا قطاع كبير في الساحل الغربي. اليوم المقاومة التهامية وأخوانهم الجنوبيين الآن متواجدون داخل
الخوف في مرافقها الحكومية، وكذلك معسكر أبو موسى الأشعري والقطابة وفق منطقة تؤمنها وتجهزها، وإن شاء الله لن نترك شيء في التهمة إلا وتحرم من هذه الميليشيات المدعومة من إيران والمدعومة من قطر. نعم، طيب ما هي المواقع التي تمكن من خلالها الجيش السيطرة على الخوخة قبل وصوله إليها؟ المقاومة الشعبية، المقاومة السامية والجنوبية، ومدعومة بالتحالف العربي، استطاعت أن تحرر اليوم وتؤمن سبات الكبائر، وكذلك حرزين، وأمنت قطاع كبير من اتجاه الممتد إلى حيث، واتجهنا صوبا إلى مدينة الخوفة، وقطعنا شرطا كبيرا لتحرير القرى، القرى كثيرة في الزهاري وحزب سالم و موشي والوعرة، والآن نحن في أبو زهر والقطابة والتباع، يعني قطاعات كبيرة اليوم استطعنا بفضل الله وحمد أن تحررها وأن تطهرها من هذه الميليشيات الخبيثة وهذه الشجرة المدعومة من إيران وقطر. طيب هذه المناطق سيد حجري هي على الساحل الغربي أم أن هناك مناطق أيضا داخلية تمت السيطرة عليها؟ سيطرنا على المناطق الساحلية وكذلك المناطق المحادية إلى مديرية حي حي، والمقاومة السهامية ومعهم التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، إمارة الخير، إمارة القوة، إمارة الصمود، إمارة الذي وقفت معنا موقف الأخ لأخيه. نعم. استطعنا أن نحرر قطاعات كبيرة وبسالة الشباب التهاميين وكذلك أخوانهم الجنوبيين. إن شاء الله عازمين على تحرير كل شبر داخل التهامة، وإن شاء الله بعد تحرير التهامة ننطلق إلى صعدة وتحرير صنعاء. طيب ما هو حجم الإسناد الذي تلقيتموه من التحالف العربي بدوله المشاركة سيد حجري؟ ما طبيعة هذا الدعم؟ التحالف العربي ممثلا بالإمارات العربية والمملكة كان دعمهم الدعم السخي، الحضور الفاعل جوا ودعما حقيقيا مساندا لهذه القوة التهامية الناشئة لتثبيت الأمن وتطهير الساحل الغربي وفرض الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وتعمين خط الملاحة الدولي. وإن شاء الله عازمون على تطهير كل شبر وقطع يد إيران من المنطقة. يعني هل اقتصر الدعم على ضربات التحالف الجوي أم أن هناك إمدادات عسكرية تلقيتموها وما طبيعة هذه الإمدادات؟ الإخوة الإماراتيون يقاتلون معنا جنبا بجنب، هم والإخوة السعوديون وهم الإخوة السودانيون من التحالف العربي مشاركون معنا في الميدان، مشاركون معنا في التغطية الجوية، مشاركون معنا في الإسناد الحقيقي اللوجستي، مشاركون معنا يعني مشاركة فعلية حقيقية، وبفضل هذا الدعم السخي والدعم الحقيقي من قبل دولة الإمارات استطاعت المقاومة والمشاركين المقاومة السهامية والمشاركين معها بتحرير مديريات سهامة، وإن شاء الله عازمي على تحرير بقية المديرية إلى أن نصل بيدي. إلى الآن لم تعطيني معلومات حول طبيعة هذا الإسناد سيد الحجري، على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من جدة وكيل أول محافظة الحديدة سيد وليد القديمي، أهلا بك أستاذ وليد. مساءك بالخير أخي العزيز والأخوة المشاهدين جميعا، حياكم الله. إذن أستاذ وليد، تقدم للجيش في جبهة الخوخة، هناك كما يقول السيد عبد الرحمن الحجري تقدمات أيضا في الجبهة الداخلية إلى حيس، يعني هذا التقدم في خارطة المواجهات ما الذي يمثله بالنسبة لمحافظة الحديدة والجبهة هناك؟ أولا أخي العزيز نشكر دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لدعمهم الجاد والسخي في تحريك جبهة الساحل، جبهة المخا،
ومشاركة المقاومة التهامية وعلى رأسهم الحراك التهامي بقيادة الأخ عبد الرحمن الحجري والعميد الركن أحمد الكوكباني. وكذلك أخي العزيز نوصلها أيضا رسالة للمقاومة الجنوبية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وأيضا للقائد المجهول اللواء الركن هيثم قاسم طاهر الذي يسطر أروع ملاحم في هذه الجبهة دون أن يكون له ذكر أو إشعار. فنحن نرسل له كل التحية مني ومن أبناء تهامة كافة. أخي العزيز هذه الجبهة، وأيضا نشكر الأخوة الأشقاء السودانيين الذين أصبحت دماؤهم تمتزج مع دماء أبناء تهامة وأبناء المقاومة الجنوبية في أرض تهامة وأرض الحديدة. انطلقت هذه الجبهة أخي العزيز بإصرار المقاتلين الذين صمدوا في الجبهات منذ الفترات الماضية بعد تحرير مديرية المخا، وثبتوا إلى أن تم استعدادهم وكانوا على جاهزية منذ أشهر سابقة، ولكن لم يكن هناك التوجيهات للانطلاق إلى تحرير مديريات المحافظة، وجاءت التوجيهات وانطلقوا كالأسود وكالنموري لتحرير أول مديرية من مديريات محافظة الحديدة، مديرية الخوخة. وكما أشار الأخ عبد الرحمن إن المقاومة وصلت إلى مديرية الخوخة بكل عزة وإباء وشموخ، وتنتظر الآن المديرية التي بعدها. أيضا الجبهة الثانية التي تحركت من 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 اتجاه خط حيس بعد معسكر خالد بن الوليد وصلت إلى منطقة النجيبة، وأيضا سيطروا على منطقة الوازعية، هي الآن تسطر إلى أن تصل إلى تحرير ثاني مديرية من مديريات محافظة الحديدة. وبهذا نكون سيطرنا على مديريتين، وأبناء تهامة في المديريات المقبلة سيكونون عونا للشرعية وعونا للمقاومة التهامية والجنوبية في تحرير مديرياتهم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ وليد. أعود إلى السيد عبد الرحمن حجري قائد المقاومة التهامية. سيد عبد الرحمن، إلى أي مدى يمكن القول أن الجيش سيتمكن من إحكام السيطرة على هذه المناطق التي سيطر عليها اليوم؟ إلى متى؟ هل الخطة لديكم استراتيجية الأمد؟ المقاومة التهامية قادرة على تأمين المناطق التي تم تحريرها، وإن شاء الله تتقدم إلى أكثر من مديرية. نحن قادرون، أبناء تهامة قادرون على تحرير وقادرون على تأمين إن شاء الله وحفاظ على المكتسبات التي قد تحققت في فضل هذه المقاومة الباسعة للتحالف العربي. نعم. إذن طيب بسؤال أخير سيد حجري، بالنسبة للمقاتلين على الأرض بخلاف المقاومة التهامية وكذلك الجنوبية، هل هناك من يقاتل معكم؟ من يقاتل معنا الآن هو من المقاومة التهامية بلواعين وكل الأحرار وكذلك أخواننا الجنوبيين، وكسبنا كذلك كما أخواننا السودانيين والأخوة الإماراتيين والإخوة الجنوبيين وعلى رأسهم العميد أو سيادة الوزير السابق هيثم قاسم، هذا الرجل الذي نحترمه ونكن له كل الاحترام والتقدير، هذه الخبرة التي استفدنا نحن منها في المقاومة التهامية. أشكرك إذن أستاذ عبد الرحمن حجري قائد المقاومة التهامية، كنت معنا عبر الهاتف من الخوخة. وقبل أن أعود إلى السيد وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة، أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من عمان الصحفي عبد الله دوبلة. إذن أستاذ عبد الله، هناك تقدم سواء على الساحل أو حتى في الجبهة الداخلية كما يقول قائد المقاومة التهامية، برأيك هل سيستمر هذا التقدم؟ هل سيتوقف الآن؟ ما دلالة التوقيت؟ نعم، أهلا وجيه. في اعتقادي الخطة العسكرية تقتضي لهذه المرحلة، هذا تحليل ليس معلومات، تقتضي لهذه المرحلة السيطرة على الخوخة وأيضا ميناءها العسكري الذي يقع شمالا بمسافة 20 كيلو باتجاه الحديدة، يتبقى من الحديدة 80 كيلو فقط. أعتقد هذه هي المرحلة الأولى من تحرير الساحل الغربي. طريق أي لحظة هو ثالث من الخوخة إلى الحديدة، باعتبار أن الخوخة هي المدينة الوحيدة التي تتواجد على الساحل من المخا حتى الحديدة. بقية الخط الساحلي هي قرى وريفية وبالإمكان تجاوزها بسهولة.
المهم الآن هو أن تحرير الخوخة خطوة متقدمة في سبيل تحرير الساحل الغربي جميعا، وكذلك مدينة الحديدة الآن بات بالإمكان أن يتجمع الشباب شباب سهامة في الخوخة ويتم تجنيدهم والانطلاق لتحرير بقية سهامة، كذلك الخوخة وميناءها العسكري في الحيمة أو محيمة كما قول أصحاب سهامة تطل على أرخبيل حنيش، وهذا الموقع هو موقع هام لمراقبة تهريب السلاح عبر البحر للحوثيين. إذا ما تحقق اليوم هو انتصار كبير نبارك فيه لأبناء سهامة وللقوات الجنوبية التي شاركت معهم وكذلك أيضا للتحالف العربي الذي أسندهم. نتمنى أن تتوالى الانتصارات وأن تتحرر سهامة واليمن بالكامل. طيب أرجو أن تتبقى يعني تتفضل بالبقاء معي يا أستاذ عبد الله. أعود إلى السيد وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة. السيد وليد، الآن المعركة بدأت، هناك مطالبات بالاستمرار إلى داخل الحديدة، نحن لا نعرف طبيعة خطط الجيش الوطني والتحالف بطبيعة الحال، لكن بالنسبة لسياق التوقيت هل نجحت القوات بمباغتة ميليشيات الحوثي في هذا التوقيت الذي تنشغل فيه ربما بما يحدث بصنعاء وما شابه؟ أخي العزيز، كانت التوقيت مرتب له ومعد بإحكام وتنسيق متكامل بين الشرعية وقوات التحالف، والذي كانت فرصة كبيرة بإنشغال الميليشيات بما يدور في صنعاء والاتجاه صوب مديريات محافظة الحديدة، وهناك أيضا تحركات من عدة جبهات ستكون قريبة إن شاء الله ومفاجئة لهذه الميليشيات. أيضا كما ذكر الأخ عبد الله انه الان احنا قادمين بعد ان تم تحرير معسكر ابو موسى الاشعري، نحن قادمون الان على ميناء امحيمه، وميناء امحيمه هذا يعتبر هو من الموانئ الذي يستخدمه الحوثيين لتهريب السلاح بالزوارق الصغيره من وسط البحر عبر السبل التي تمر عبر الممر الدولي. يعد السيطره على هذا الميناء وعلى هذا المعسكر وعلى هذه المديريه، ونكون اقتربنا من مديرية التحيتة، واقتربنا أيضا كذلك من مديرية زبيد، وأيضا الجبهة التي تحركت تكون اقتربت من مديرية حيش، وبهذا تكون الآن أمامنا ثلاث مديريات مستهدفة قريبة بإذن الله، التي هي التحيتة وزبيد وحيش والجراحي، أربع مديريات الآن جاهزة لتكون تحت سيطرة الشرعية وقوات الجيش والمقاومة التهامية، وهناك استعدادات كاملة لتأمين هذه المديريات بعد السيطرة عليها والمواصلة إلى أن نصل إلى مركز محافظة الحديدة والميناء. طيب هذه المديريات الآن التي نتحدث عليها وتقول إنها جاهزة، إلى أي مدى هي مديريات تنتظر الحكومة الشرعية لتحريرها؟ هل هناك مثل ما يقال دائما حاضنة للميليشيا بداخل هذه المديريات أم لا؟ أخي العزيز، أبناء تهامة ليسوا حاضنة للميليشيات الحوثية، أبناء تهامة لا يميلون إلى المذهب الشيعي الزيدي الذي تعمل به الميليشيات في ظل هذه الأوضاع. هم شوافع وهم رافضين لهذه الميليشيات ورافضين للإمامة، وكما تعلم أخي العزيز إن أبناء تهامة هم أول من قاتل الإمامة ووقف ضد الإمامة إلى أن تم القتال وتم هزيمة الإمام وابنه داخل محافظة الحديدة. نعم، إذا أشكرك أستاذ وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. بالعودة إليك عبد الله دوبلة. عبد الله، إذا هذا التقدم في هذا التوقيت لابد أنه مهم، لابد أن هناك من الأهمية بمكان استمرار هذه التقدمات. برأيك بحجم الإمداد الذي يحدث بالنسبة للمقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية كما يقول يعني قائد المقاومة من هناك، هل سيكون كافيا لتأمين المناطق التي تم تحريرها أم أننا قد نشهد بشكل أو بآخر فقدان لهذه السيطرة في قادم الأيام؟ لا، ليس من المتوقع ابدا ومن المستحيل ان يستعيد الحوثيون شبرا فقدوه، هم يفقدون المنطقه ولا يستعيدونها منذ 2015. القوى التهاميه باتت مدربه ومختلفه، الدعم والاسناد التحالف العربي دعم واسناد كبير، لكن انا لست مع التقدم المتواصل الان لبقيه المديريات. التقدم العسكري يجب ان هو كما هي العاده وحسب معلوماتي تخضع للتخطيط
ولخطط معينة ولأهداف معينة. أعتقد أن التحرير الخوخة سيكون كافيا لهذا الوقت، ومن ثم في الأشهر القادمة قد يكون هناك تعرض أيضا باتجاه مدينة الحدودة والمديريات الداخلية التي تقع على الأودية. كما تعلم أن الحدود تقع على الساحل وتقع أيضا على الأودية من حيث الجراحي، حيث مهمة بمكان بالنسبة للخوخة، لكن جديد والمنصورية وحسينية بيت الفقيه كده تلك مدن داخلية وأيضا مهمة أيضا، لكن يتطلب الأمر المزيد من الجهد، المزيد من التخطيط، المزيد من التجنيد من أبناء تهامة من أهلها لكي يكون هناك تحرير سلس وممكن، وهذا ما أتوقع حدوثه في قادم الأيام. أنت تحدثت عن التجنيد وعن المقاومة التهامية التي تم تدريبها، إلى أي مدى هذا التدريب كان كافيا خلال الفترة الماضية لتحقيق يعني ثبات على الجبهات وكذلك لمواجهة ما يمكن مواجهته من قبل هذه الميليشيات؟ هي معلومات عسكرية، لكن اللواء التهامي شارك في تحرير المخا لنا مدة ولنا أشهر، واللواء التهامي هو من يحمي مدينة المخا من الشمال ومن الشرق، وشارك في المعارك مع معسكر خالد، وشارك في أكثر من معركة في جبهة المخا، واكتسب خلال هذه المدة خبرة عسكرية احترافية كبيرة من شباب كان يشتغل معظمهم في الصيد وفي الزراعة إلى جنود ومقاتلون محترفون، نتمنى لهم السلامة والرحمة للشهداء منهم. لكن هناك لوائين تهاميين مدربين ومحترفين، وهذا أيضا تحول كبير بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لتهامة بشكل عام، لم يكن لتهامة مجندين كما هو الآن، ولكن مع التحرير أبناء تهامة ينخرطون في البيت الآن ويقاتلون لتحرير مناطقهم ومدنهم، وهذا أيضا تحول تاريخي استراتيجي كبير لمستقبل اليمن. إلى أي مدى ترى أن هناك سيكون تنسيق مستمر ما بين المقاومة التهامية واللواء التهامي كما تتحدث مع المقاومة أفراد المقاومة الجنوبية؟ الجميع الآن، هذا خطأ من الخطأ التفريق ما بين المقاتلين على الأرض، من يقاتل إلى جنب أخيه وصديقه، لا يمكن أن تفرق فيهم مقولات الفيسبوك أو مقولات الإعلام. الأخوة الجنوبيون والأخوة التهاميون واليمنيون عموما من انخرط وأيضا من تعز من انخرطوا في تحرير الخوخة وتحرير المخا الصبيحة، أيضا هؤلاء إخوة وهدفهم واحد هو القضاء على الميليشيا. الشغل على التفريق ما بين أبناء تهامة وأبناء الجنوب وأبناء الصبيحة وأبناء الحجرية والجميع من سام والوازعية وموزع، التفريق بين هؤلاء هو لا يخدم القضية الوطنية وإنما يخدم الميليشيا والسلالة. أنا يجب على الإعلام أن يتوقف عن هذا الضخ الذي يفرق ما بين المقاتلين على الأرض والذين يعملون ويجاهدون كإخوة في الميدان. أشكرك عبد الله دوبل الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان على تواجدك في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكل من كان معنا من ضيوف، وهو لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد طاقم الفني، إلى اللقاء.